كان صالح سليم نموذجاً مختلفاً من لاعبي الكرة في ذلك الوقت. كان مثقفاً وكان يتحدث بعدة لغات. امتلك شخصية متميزة كانت سبباً في تغيير نظرة المجتمع للاعبي الكرة. في العباسية قهوة اسمها قهوة علي سليم. كان بيقعدوا عليها الدزوي. فأنا دخلت أول عيني على الدزوي. الدزوي كان لعيب عبقري. فدخلت لقيت الدزوي كان صوته بقى رفيع كده. بيقولوا واحد اتنير اللي عمل قيمة لاعبي الكرة في مرسى صالح سليم. كابتن حنفي بسطان قال لي إن صالح سليم هو من جعل لاعب الكرة قيمة. صالح سليم عمل للاعب الكرة اسم وكيان. خلاهم مع المسؤولين ليهم كيان ليهم رأي. لما بتبقى المسؤول عنك رقم واحد له قيمة عند كل الناس بتلاقي نفسك كبرت. مثقف جدا يعرف 3-4 لغات. عشان كده كابتن صالح كان بيهتم جدا ان بكل اللعيبه بتاعته تبقوا مثقفين. وجود حد بقيمه واخلاق وتربيه صالح سليم كنجم من نجوم الكوره وشخصيته المحترمه جدا بالتاكيد كانت احد العوامل شديده الاهميه للارتقاء بنظره المجتمع للاعب الكوره. لعيب الكوره كان هو مهمته بس لعيب كوره. يروح يتقدم لحد عشان يتجوز بنته ما يرضاش. حد حتى متوسط ما يرضاش. يعني المكانه الاجتماعيه بتاعت لاعب الكوره كانت متواضعه جدا. صالح سليم خلى المكانه بتاعت لاعب الكوره مكانه رفيعه في السلم الاجتماعي.